نقول قد أجمع أهل العلم على أن غروب الشمس ودخول وقت المغرب يعمل فيه بالظن بالإجماع، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم مرة كان يوم غيم فأفطروا ظنا منهم، ثم بعد ذلك تبين لهم أن الشمس طالعة، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الإفطار، فدل ذلك على أنه يعمل بالظن. طيب، إذا عمل المرء بظنه، ظن أن الشمس قد غابت أو أن الفجر قد طلع، ثم تبين له خلاف ظنه، يعني مثلا شخص يأكل ويشرب يظن أن الفجر لم يطلع بعد، ثم تبين بعد ذلك أنه قد طلع من ساعة، وكذلك لو كان في المغرب، فنقول إن هذا الظن على نوعين، يجب أن نفرق بين هذين الظن: ظن ظاهر وظن يوجد ما يعارضه. ظن ظاهر بمعنى أنه لا توجد علامة الآن، لن يكتشف إلا فيما بعد، شخص كان يأكل ويشرب والشمس على أساس أنها غائمة وليس معه ساعة ولا شيء، ثم لما ذهب السحاب الذي في الشمس الذي في السماء ظهرت الشمس، هذا الظاهر. ظن يعارضه غيره: شخص معه ساعة ولكن يرى الشمس، لا يرى الشمس تقديرا قد غابت لكن الساعة لم تغب. مثال آخر: عندك الساعة أمامك في البيت، ثم تسمع المؤذن وقد أخطأ، أذن قبل الوقت بخمس دقائق، بعشر دقائق، بربع ساعة، نقول هنا يعارضه غيره، يعارضه في يدك ساعة وأنت ترى الشمس أمامك بازغة، ومع ذلك ذهبت للظن بأخذ أذان المؤذن. نقول، نبدأ بالسهل الثاني: إذا كان هذا الظن يوجد أمام الشخص ما يعارضه، فإن هذا الظن ملغي مطلقا، ملغي لا شك. شخص جالس ويعني ينتظر الأذان، فأذن المؤذن قبل الوقت بعشر دقائق، ظن أنه دخل الوقت، نقول ملغي، لأنك ترى الشمس أمامك والساعة في يدك، هذا قصور منك، أنت مقصر في البحث. مثل القبلة الذي يقول له الشخص القبلة من ها هنا وهو يستطيع أن يجتهد وأخذ برأيه، نقول أنت لا تقبل خطأك، تعيد الصلاة مرة أخرى ولو طالت الصلاة، لأنه يوجد ما يعارضه بلا إشكال. طبعا الفتوى الشيخ عليه رحمة الله كان يقول إن الدقيقة لو أذن المؤذن قبل الوقت بدقيقة أو دقيقتين يتسامح فيها، لأن أذان المغرب محتاط له بدقيقة أو دقيقتين، يقول لكن أكثر من دقيقتين، لو أذن مؤذن مخطئا قبل الوقت قبل المغرب بأكثر من دقيقتين لا يقبل أو لا يتسامح فيه، وإنما يقضى. الحالة الثانية: الظن الذي لا يكتشف إلا بعد ذلك، بأن يكون الشخص قد بذل وسعه ولا توجد عنده من الآلات ما يمنع، مثل ما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم في حديث أسماء، فإنهم قد أفطروا في يوم غيم ثم ظهرت الشمس لم تغب. الفقهاء يقولون في هذه الحالة إن من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل صح صومه، وإن أكل أو شرب ظانا غروب الشمس فبان خلافها لم يصح صومه، هذا رأيهم. ودليلهم في ذلك ماذا؟ قالوا إن الاستصحاب، مو الاستحسان، الاستصحاب الذي في الليل هو مستصحب لحكم الأصل، والذي في النهار الأصل استصحاب النهار، الأصل استصحاب النهار، ولأنه جاء من حديث أسماء رضي الله عنها أن عروة ابنها سئل: أقضوا ذلك اليوم؟ قال: نعم. فهذا نص من عروة رضي الله عنه أن الصحابة رضوان الله عليهم قضوا ذلك اليوم، ما جاء من بعض أهل العلم توجيههم أن هذا يعني اجتهاد، ومن عروة فيه بعد الحقيقة، لأن عروة ابن أسماء، وهو يعني أخذ الرواية الحديث من أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر، وفي الغالب أنه يعني أخذ الحكم مع تفسيره وهو القضاء، ولا يظن أنه اجتهاد منها رضي الله عنه ورحمه، عروة بن الزبير طبعا بن العوام. من أهل العلم هي الرواية الثانية في المذهب، وأظنها اختيار الشيخ تقي الدين، يقول لا، إذا اجتهد وبنى على ظنه ثم تبين له أنه لم تغب الشمس صومه صحيح، ولكن الصحيح الأول وهو أن من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس بان له خلافها أنه يقضي.